البشريه بحثت عن ثلاث ابعاد. الانسان كائن ذو ثلاث ابعاد: البعد الوجودي، لا ديمونسيون اسونسييل، اسونسييل يعني يبحث الوجود، وقد حققها العقل البشري باكتشاف المنهج فيسر الحياه. وفعلا ثوره المنهج التجريبي ادت الى ثوره في الحياه. ثم البعد الوظيفي، وقد وصل إليه الإنسان خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، ميثاق الأمم المتحدة عصبة الأمم ثم ميثاق الأمم المتحدة، وأصبح الآن حتى للحيوانات قوانين، يعني أصبح الإنسان يبحث عن وظيفته في حياته. وفعلا ارتقى الإنسان إلى العلوم الإنسانية والإدارية والقانونية وكذا، ووصل إلى وضع حقوق لكثير من الأصناف البشرية، بل حتى الحيوانات، بل حتى الطبيعة الآن محافظة على البيئة وكذا. هذا البعد الوظيفي، وهذا بفضل العلم، بفضل العلم. البعد الوجودي أخضع الطبيعة لخدمته، البعد الوظيفي بحث عن وظيفة كل شيء في الحياة. لكن ما لم يجده الإنسان هو البعد الغائي. لماذا هذا كله؟ نحن عندنا في الإسلام غاية من أجلها نعيش، هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك جاءت الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي لله، هل يعقل أن يصلي الإنسان لغير الله؟ لا، إذا سهل باش نطبق الآية. وهل يعقل أن يقوم الإنسان بنسك، تقديم نسك لغير الله؟ لا، وإلا كان مشركا. ولكن كيف يمكن تطبيق الآية حياتي ومماتي لله؟ هذه مفهوم العبادة بالمفهوم البراغماتي كما يسموها الغربي، المفهوم الواقعي، المفهوم العملي، وليس المفهوم النظري. بمعنى أن تجعل كل حياتك، سواء تربصك، سواء تكوينك، سواء تقاعدك، سواء بعد تقاعد، كله من أجل غاية تعيشها، من أجل وظيفة طبعا. وما أكثر الفرص للحياة، الناس سمعت عالم العلماء يقول لو يموت الدلفين، حوت سمك الدلفين، فسأنتحر. لماذا؟ لأن اختصاصي هو في هذا الجانب، في هذا العلم. يعني قال إذا مات الدلفين ما أي وظيفة لي. يعني الناس وجدوا لأنفسهم وظائف. ما بالك في عالم عربي إسلامي متخلف متشتت متمزق متصارع متضارب، يعجز الإنسان المثقف أن يجد لنفسه موقع قدم فيه، لا يجد لنفسه وظيفة يقوم بها. قم بتعليم اللغة العربية هذا وظيفة، قم بتعليم الرياضات التقليدية الحد والكذا هذا وظيفة فنية، اجمع الآثار وظيفة، ازرع الأشجار وظيفة. يعني سبحان الله، ألف، ادرس، اطلع، ترجم، افعل أي شيء. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. اذكر الرسول قبل أن يبعث كان يتحنث. ماذا يتحنث في غار حراء؟ كان يفكر يتأمل. ولذلك جاء في الأثر: تدبر ساعة خير من قيام ليلة. تدبر ساعة، تفكر، تدبر ساعة خير من قيام ليلة. فلو أننا نبحث على الأقل فكر، ثم أنا والله أتأسف حينما نسمع الآية هذه أو نسمع الأثر ونسمع هذه يقول الفلسفة واش نديروا بها شيخ؟ إحنا أصحاب الفلسفة نبقى نهضروا بالدافع يعني. والله عيب 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 أن يموت الفكر في الإنسان وتموت الإرادة. وهذا أسمى ما في الإنسان، أسمى ما في الإنسان الفكر والإرادة. أما العمل فقد تحسن العمل وقد لا تحسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم توفي والإسلام ولم يخرج من شبه الجزيرة العربية، ولكن ما زرعه في نفوس الجيل الأول الرعيل الأول من الصحابة أوصل الإسلام ما وراء البحر وما وراء النهر. سبحان الله، هذه رسالتي لنفسي حتى لا أتقاعس وحتى لا أفشل، ولإخواني ولجميع البشر إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك بركة.